بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأراضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. كان البحث حول أن العوالم تنقسم إلى عوالم عديدة، أن العوالم هي عوالم عديدة، فهنالك عالم الأشياء وهنالك عالم الأشخاص وهنالك عالم الأفكار وهنالك أيضا عالم القيم وهنالك أيضا عالم الغيب وعوالم أخرى جرى الكلام عن بعضها. والحديث يعد امتدادا للبحوث السابقة. في هذا البحث اليوم سوف نجيب على شبهة اشتهرت لدى الكثيرين حول العديد من الروايات الواردة في أصح كتبنا، حيث عدوها من الغلو، وأن هذه الروايات تطرح لأنه قد وضعها الغلاة ولأنه لا يمكن الالتزام بمضمونها. منها مثلا الروايات التي تقول بأن الصلاة رجل، الصوم رجل، الحج رجل، فيقولون هذه الروايات وضعها الغلاة. فإذا الصلاة رجل، يعني علي بن أبي طالب عليه السلام، فليش نصلي بعد؟ الصلاة هي رجل، فإحنا ليش أوقاتنا بهذه الصلاة؟ إذ هذا رمز لذاك. وكذلك المنكرات رجل، مثلا الخمر، الخنزير وما أشبه، هذه كناية عن الطغاة والجبابرة على مر التاريخ. فهذه الروايات وأشباه هذه الروايات، احنا نريد نوضح أنه ليس الأمر فيها دائرا بين الطرح بتوهم أنها تفيد الغلو أو الالتزام بها كما التزم بها بعض الجهلة، حيث فسروها بهذا النحو ونحو هذا المنحى، فجعلوا ذلك ذريعة يتعللون بها لترك الصلاة أو الصوم أو الحجاب أو غير ذلك. لا، هناك طريق ثالث، نلتزم بتمامية هذه الروايات، لأن هذه الروايات قسم منها صحاح وهي متواترة، بل متواترة تواترا إجماليا إن لم نقل مضمونيا، وهي موجودة في أهم مصادرنا. فشلون يقبل الإنسان بأنه علماءنا على مر التاريخ غفلوا على أنها هذه غلو وهي باطلة وواضحة البطلان، وأدرجوها في كتبهم ولم يعلقوا عليها؟ من الكافي إلى الشريف، اللي العديد من الروايات موجودة في الكافي الشريف، إلى مختلف كتبنا الأخرى. الآن نقرأ روايتين حتى بعدين نشوف ما هو التحليل. في الكافي الشريف عن سعد الخفاف: سأل الباقر عليه السلام فقال: هل يتكلم القرآن؟ القرآن يحكي. فقال: يا سعد، والصلاة تتكلم. وبس القرآن يتكلم، الصلاة هم تتكلم. عقول الناس ما تتحمله، فيقولون الرواية غلط، شلون القرآن شلون يتكلم وهو حروف على ورق؟ أو الصلاة كيف تتكلم وهي أفعال مثلا أو أوضاع أو ما أشبه؟ فقال: يا سعد، والصلاة تتكلم ولها صورة وخلق تأمر وتنهى. قال: فتغير لوني. الكلام ما يتحملوا الناس، حيث ما يتحملوا أشباه يقولون هذا غلو، يقولون الرواية كذب مجعولة.
فتغير لوني وقلت هذا شيء لا أستطيع أن أتكلم به في الناس، ما يقبلون من هالكلام. هذا ضعف النفس العام الموجود، الانهزامية صفة في كثير من الناس مقابل الشجاعة. الإنسان الشجاع شجاع في مجال العقيدة أيضا، شايفين في المعارك في الحروب أمام الأعداء بعض الناس شجعان، بعض الناس انهزاميين، ولكن في الهزيمة كالغزالي، في صوح العقائد والمعارك العقائدية أو العقدية الأمر كذلك، بعض الناس انهزامي. عندما يصير تهريج وتطبيل وتزمير وتشويه ينهزم خلاص، ويفلسفه بألف فلسفة طبعا، ما يقول أنا الجبان، ولعله هو ما يدرك أنه جبان عقديا، كما أن الذي ينهزم في ساحة المعركة قد يكون قائد جيش يعلله بعلل أخرى، ما يقول أنا كنت جبان، يقول لا المصلحة اقتضت ذلك، وإلا الإسلام كان ينهدم والبلد كله كان يضيع، ينهزم هسه في الموصل أو في غير الموصل في القضية المعروفة. إذن الحالة الانهزامية حالة عامة، قد تكون في المعركة العسكرية وقد تكون في المعركة الاقتصادية. بعض التجار جبناء، بعضهم شجعان، وفي الرواية التاجر الجسور مرزوق، يعني الله جعل الأمر على العكس تماما، إذا أنت تكون جسور ترزق وإلا فلا، مع أنه الجسارة فيها نسبة المغامرة مرتفعة، وكثيرا ما يخسر التاجر الجسور حيث يركب البحر أو غير البحر أو يغامر بشراء أسهم بعد طبعا دراسة وقد يخسر، لكن التاجر الجسور مرزوق. هذه عن الإمام الصادق عليه السلام على ما يبالي. والإنسان الشجاع في العقيدة أيضا ينتصر، الجبان ينهزم، يعني راح يتخلى عن الموقع الأول ثم عن الموقع الثاني، من الخندق الأول يتراجع إلى الخندق الثاني فالثالث إلى أن يفقد كل شيء. الحالة النظامية سيالة. أكرر الرواية أنه سأل الباقر عليه السلام فقال هل القرآن يتكلم؟ فقال يا سعد والصلاة تتكلم ولها صورة وخلق تأمر وتنهى. قال فتغير لوني وقلت هذا شيء لا أستطيع أن أتكلم به في الناس، يهرجون ضدنا. فقال وهل الناس إلا شيعتنا؟ إذا صدق هو إنسان لازم يكون مشايع، وإذا كان مشايعا أي كان متبعا فلازم يقبل هالكلام وإن لم يهضمه عقله المحدود. فقال وهل الناس إلا شيعتنا؟ فمن لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقنا، يعني الصلاة بالتفسير اللي فسرته أنا، والله القوم يقولون نعرف الصلاة، حتى التفسير اللي ما فسر أنه الصلاة تتكلم ولها صورة وخالق تأمر وتنهى. فمن لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقنا. ثم قال يا سعد قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فالنهي كلام، إن الصلاة تنهى، يعني مو مجاز حقيقة، وأنه تنهى بحالها بوضعها، لا لا لها لسان يتكلم، تنهى تقول لا تفعل كذا، الصلاة تتكلم. هسه احنا لتقريب الأمر للذهن كمدخل للإجابة المنوعة اللاحقة، يعني سنذكر وجوه عديدة للإجابة، وقد يرتضي بعض كل الوجوه وقد يرتضي بعض هذا الوجه أو ذاك أو العكس. يمكن أن هذا البحث يوجه للبحث الطاقة والمادة، إذا الطاقة يمكن أن تتحول إلى مادة بعد عمليات معقدة، كما أن المادة تتحول إلى طاقة، هذا لعله بعدين نيجي عليه، بما يرتبط أيضا ببحث تجسم الأعمال. فالنهي كلام والفحشاء والمنكر رجال، الخمر، الخنزير، الدم، الميتة، هاي رجال يرمز بها إلى رجال. فالنهي كلام والفحشاء والمنكر رجال ونحن ذكر الله ونحن أكبر. زين معقول أن الكافي الشريف يجيب رواية يعني بهذا المضمون لو لم يكن لها وجه وجيه معقول تعضده العشرات من الروايات الأخرى؟ وفي رواية أخرى أيضا أنه الصلاة رجل، ومثلا كذا رجل في الاتجاه المقابل. الرواية الثانية في تفسير العياشي
يقول عليه الصلاة والسلام في مجموعة من الكتب، في الكافي الشريف، في البصائر، في تفسير العياشي، في غيبة النعماني وغيرها، عن محمد بن منصور، عن الكاظم عليه السلام في قوله تعالى: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال القرآن له ظهر وبطن، فجميع ما حرم الله في الكتاب هو الظاهر، والباطن من ذلك أئمة الجور. والرواية صريحة، وعشرات من مثل هذه الرواية موجودة، ما نقدر نرميها بضعف السند، قسم منها صحاح، ويعضد بعضها بعض، مستفيضة ولا شك فيها، بل هي متواترة تواترا، وكرر إجماليا إن لم يكن مضمونيا. فطريقة معالجتها مو بهاي البساطة، نطرحها أنه نقول هاي غلو، كما أنه القطعي السند ما نقدر نعالجه بهاي الطريقة، لازم نجي إلى معنى يد الله فوق أيديهم، فآية قرآنية، هل نرميها بضعف السند؟ ما نقدر، السند قطعي. فنقول المراد من اليد يعني القدرة، قدرة الله. فهذه الرواية إذن لازم نفهم معناها، مو نرميها برحمة ضعف السند أو نطرحها، أو من جهة ثانية نتمسك بما قد يتوهم البعض من ظاهرها، أنه إذن خب بعد لا صلاة ولا صوم ولا حجاب ولا غير ذلك. قال القرآن له ظهر وباطن، فجميع ما حرم الله في الكتاب هو الظاهر، والباطن من ذلك أئمة الجور، وجميع ما أحل الله في الكتاب هو الظاهر، والباطن من ذلك أئمة الحق. الرواية إذا واحد ما يكون متدبر وما يعرف القرآن، يعني لا يجمع القرآن بعضه إلى بعض، والروايات هواية غريبة. الإمام لاحظوا عبارته مو مطلقة، عامة، وجميع ما أحل الله في الكتاب هو الظاهر، منها مثلا توضيحا لكلام الإمام عليه السلام وتوضيحا لوجه الاستغراب، أحل الله البيع، خب إذن حسب كلام الإمام أحل الله البيع، الظاهر يعني البيع اللي هو عقد من العقود، لكن الباطن يعني علي بن أبي طالب، أحل الله البيع يعني أحل الله البيع مع علي بن أبي طالب مثلا، فبيعته هي الحلال، هي المبرئة للذمة، أما بيعة غيره فهي باطلة حسب كلام الإمام. هذا الصغرى الكبرى بعد يكون، بل من أوضح صورياتها، لأن هذا النص في الحلية، أحل الله البيع. يقول وجميع، يقول صلوات الله وسلامه عليه الإمام الكاظم عليه السلام حسب مختلف هذه المصادر من الكافي والبصائر وتفسير العياشي والغيبة النعماني وغيرها، وجميع ما أحل الله في الكتاب هو الظاهر، والباطن من ذلك أئمة الحق. الآن احنا نقرب بالتقريب سريع ثم نأتي للبحث، نقول يعني ما وجه الغرابة في ذلك؟ أحل الله البيع يعني مثلا بيعة رسول الله صلى الله عليه وآله، ألم يقل تعالى في آية أخرى: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به؟ ما قال بيع، نص العبارة، يعني ما نحتاج إلى أن نروح إلى روايات أيضا، الآية بعض الآيات تفسر بعضها بعضا حتى نكسر الاستغراب بدوا، يعني إلى أن نوضح المعنى بشكل أكثر. كلامنا طبعا كان عندي كلام اعتبرته تمهيدا للكلام عن عالم الأشياء والأشخاص فيما يرتبط بصلب البحث، لكن يبدو ذاك الكلام راح يعني يأخذ حيزا من الوقت، فلعله من لحق، فذاك نتركه لبحث قادم. فخلنا نبقى في نفس هذا اللي كنا نعتبره ذي المقدمة، نريد نمهد له مقدمة، فلا حاجة لنا إذن إلى مقدمة الآن، إنما الكلام أنه ما الذي نصنع مع هذه الروايات؟ الجواب على ذلك هو الطريق الوسط، نقبل هذه الروايات صحيحة لا شك فيها إجمالا يعني، لكن نشوف ما هو الوجه، ونعرض هنا وجوها عديدة. توضيح ذلك أنه لاحظوا الأطر العامة في ما يقوم به الحكيم في عالم الثبوت، ثم ما يبرزه ببيانه أو قلمه في عالم الإثبات. شنو هي الأطر العامة؟ الأطر العامة هي هذه، بعضها مشهور بعضها غير مشهور. من المشهور التفسير، من المشهور التأويل، لكن عندنا أشياء أخرى. من غير المشهور الترميز. الآن احنا في هذا البحث نتوقف قليلا
في عالم الثبوت كلها موجودة، ثم نأتي إلى عالم الإثبات. هناك شيء يسمى بالتفسير وهو كشف القناع، هناك أمر يسمى بالتأويل ما يؤول إليه الكلام. ضوابط التفسير ما تنطبق على التأويل بالضرورة، فلا يصح أن نعالج التأويل ونستشكل على التأويل بمفاتيح معالجة التفسير. وكذلك الترميز، أصلا هذا عالم آخر. رابعا المعاريض، خامسا التورية، هاي عوالم إثباتية تكشف عن عوالم ثبوتية أخرى. تفسير، هناك تفسير وهناك تأويل وهنالك ترميز كما سيأتي بعض التوضيح، وهناك معاريض في الكلام، وهنالك تورية، وهنالك تنزيل، وهنالك مجاز، إما بالأول أو بالحذف أو بالإسناد أو بالكلمة أو ما أشبه. هذه كلها عوالم مختلفة، علينا أن ندرس موضع البحث على ضوئها. يقول تعالى مثلا: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، تفسيره والطعام ويعضده تتمة الآية الشريفة. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، إلى آخر الآية الشريفة الآيات. هذا هو التفسير. طعام يعني من فاكهة ورز وغير ذلك. التأويل ما يؤول إليه، أن الطعام هو ما يغذي بدن الإنسان، العلم يغذي روح الإنسان، فالمراد في التأويل من الطعام العلم. زين، هذه أدوات أخرى لها، طبعا لا تخضع لعلمنا، لذا التأويل يؤخذ منهم صلوات الله وسلامه عليه، لكن أدواتها أدوات أخرى. واحد هل يستطيع أن يستشكل يقول فهذا يناقض القرآن؟ يعني يقول أنا صببنا الماء صبا، واضح في أنه مراد شيء مادي مو شيء معنوي. الجواب على ذلك: هذا مو تفسير، هذا تأويل. فلا يستشكل على التأويل بأسلحة التفسير أو بأدوات التفسير. نأتي إلى الترميز. الترميز عالم ثالث تماما، لا أسلحة التأويل تمشي به أو أدوات التأويل ولا الترميز. الترميز هو شيء، أن يجعل الإنسان رمزا شيئا، رمزا إلى شيء آخر قد يناقضه في تفسيره، قد يناقضه في تأويله، وقد لا يناقضه، لكن لا ربط بينه وبينه. مثلا يمكن سامعين أنتم عن شفرة موريس. شفرة موريس، هذه الشفرة شفرة معينة، وهي طريقة عالمية معتمدة في اللاسلكي وفي إرشاد الطائرات وغيرها، خاصة سابقا كلش كانت معتمدة. مثلا حرف الألف يرمز إليه بنقطة ثم شرطة، يعني خط شوية طويل، هذا يصير ألف. حرف الباء يرمز إليه بشرطة ثم نقطة ثم شرطة ثم نقطة. حرف السين، يعني السي بالإنجليزية عندهم، لأن أصل الواضع وضعها حسب الحروف الإنجليزية أي بي سي وما أشبه. حرف السين شرطة ثم نقطة ثم نقطة ثم نقطة، فهذه شرطة. حرف الدال شرطة فنقطة فشرطة فنقطة. حرف إي نقطة واحدة فقط. الترميز أمر آخر، لا يعتمد على علم اللغة بالمرة. كما لو أنت بينك وبين صاحبك جعلت مثلا على سبيل المثال الجدار رمزا للسيارة، فكلما قلت له رأيت جدارا يعني رأيت سيارة، أو إذا قلت رأيت جدارا يعني رأيت عدوا أو رأيت صديقا. واحد يستشكل يقول شلون تقول رأيت جدارا يعني الصديق؟ هاي إهانة للصديق، لأن الجدار شيء صامت والصديق ناطق. هذا مضحك لمن يفهم بأن هذا ترميز. هل هذه الروايات من باب التفسير؟ لازم نحدد أولا حتى نستشكل، أم هي من باب التأويل؟ هذا احتمال. أم هي من باب الترميز؟ الله جعل الصلاة معناها الظاهر هو الصلاة، ليس هذا المعنى بغير مراد كي يصير قوم إلى الإعراض عنها بهذا العذر،
متسلحين بهذا السلاح، لا مراد، لكن هذا المعنى المراد يرمز أيضا فيما جعله الله سبحانه وتعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يرمز أيضا إلى الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ما الإشكال في ذلك؟ الإشكال ينشأ من توهم التصادم والتعارض والنفي، وأن هذا تفسير، هذا مو تفسير. الصلاة رجل، ما قاعد الإمام يفسر الصلاة بالرجل وينفي المعنى المعهود للصلاة، لا، المعنى المعهود للصلاة هو مراد، لكن الله قد رمز أيضا بهذا اللفظ إلى شخص من الأشخاص. أي إشكال ينجم عندئذ؟ يعني إشكال الغلو ما راح يلزم ولا أي مشكلة ثانية. قولوا ما الدليل على ذلك في عالم الإثبات؟ هو الدليل متواتر الروايات. في عالم الثبوت بعد ما هو مشكلة، يرمز الله، يعني إحنا نستطيع أن نصنع رموز مثل رموز موريس أو غيره. الله لا يستطيع في كتابه الذي يقول تبيانه، كيف يكون القرآن تبيانا لكل شيء؟ هل بالتفسير أم الأعم من التفسير والتأويل والترميز والتنزيل وغير ذلك؟ ها هنا موطن الكلام. طبعا في مطاوي كلامنا سيأتي مزيد إيضاح إن شاء الله للكلام. إحنا نتدرج الآن، وتتمة البحث قد يكون في الأسبوع القادم إذا شاء الله تعالى. إذن هنا عندنا عالم الترميز. كثير من الآيات القرآن مثلا الحروف المقطعة من عالم الترميز، رمز لعل في الروايات بعضها هكذا، رمز بين الله وبين رسوله المصطفى محمد. هذا رمز ما نستطيع نكتشفه إحنا، رمز. الوجه الآخر من الوجوه والتنزيل، هذا اللي بالأصول معروف، وخل نستفيد من أدوات الأصول في التفسير أيضا، هذا بحث كلش معروف في الأصول. الحكومة التنزيلية في مقابل الحكومة التضييقية اللي هالأيام ورد بحثنا. الطواف بالبيت صلاة، هذا صح لو مو صح؟ بس إذا واحد يجي يستشهد يقول شنو هالكلام، هذا غلو أو هذا كذب أو ما له معنى. الصلاة شرطها السكون لا تمشي، الطواف شرطه الحركة، فشلون يقول الطواف بالبيت صلاة إذا واحد يجي يستشكل؟ هذا يبدو ما فاهم المعادلة، هذا تنزيل وليس تفسيرا، ما قاعد يفسر الصلاة بالطواف أو الطواف بالصلاة، قاعد ينزل. هذا عالم آخر طبعا، مو مجاز، التنزيل ليس بمجاز بل هو حقيقة، لأنه إنشاء، يعني إنشاء يستتبع حقيقة، ولا الإنشاء ما نطلق عليه الحقيقة والمجاز، إنشاء يستتبع حقيقة. الطواف إذا أنشأ الجعل التنزيلية بقوله هذا فقد نزل الطواف منزلة الصلاة، هذا إذن أداة أخرى له تنزيل. لعل المراد، نقول لعل بهذه الروايات، ببعض هذه الروايات التنزيل، يعني الصلاة نزلت منزلة الرجل الكامل. من هو الرجل الكامل؟ محمد المصطفى صلى الله عليه وآله. فالصلاة نزلت منزلته، شنو الإشكال؟ لما لا تنزل منزلة؟ إذا أردت قمة الخضوع لله سبحانه وتعالى فهو رسول الله. الصلاة هي في الأفعال قمة الخضوع لله سبحانه وتعالى، فيمكن تنزيل هذا منزلة ذاك كما يمكن من تنزيل ذاك منزلة هذا، لأن يعني التنزيل إنما هو بلحاظ خاصية أو أثر من الآثار. الطواف بالبيت صلاة، أي شنو؟ أي بلحاظ اشتراط الطهارة من الحدث والخبث فيها، مو أكثر من هذا. التنزيل له وجه وله جهة، له وجه وله جهة، فينزل الخمر منزلة ذاك الطاغية، لأنه الطغيان يسكر، يعني له وجه من الوجوه، الخمر أيضا تسكر، تنزيل. أكو فيه الإشكال التنزيل، ما قاعد ننفي أنه أحل الله البيع وحرم الربا، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، في آية أخرى وما أهل به لغير الله، حرمت عليكم الميتة، التفسير هو هذا الميتة. الآن بعد ذلك نجي للتنزيل، أنه التنزيل أن هذا الإنسان البعيد عن جادة الصواب هذا ميتة، بإشكال نزلنا أو من كان ميتا، لعل الآية الشريفة هكذا، أو من كان ميتا لعله ميت، ما بإشكال، يعني نستعين بالقرآن الكريم على التنزيل أيضا. هذا البحث الأصولي في تصوري، إذا الأدوات الأصولية يستخدمها أصولي قدير في التفسير راح يكون إغناء علم الأصول للتفسير شيئا
كبيرا جدا، يعني سيغنيه بشكل كبير. فراح يكون امتداد أصولي في التفسير وغنى تفسيري ببركة علم الأصول. ممكن التنزيل، كما أن الحكومة التضييقية موجودة من ذاك الطرف الآخر، لا ربا بين الوالد ووالده، أيضا تنطبق على كثير من هذه الموارد. إذن عندنا تفسير، عندنا تأويل، عندنا تنزيل، عندنا أيضا ترميز، عندنا تشبيه هو نوع من المجاز. طبعا قد يكون الترميز مو مجاز، هو جعل جديد. الترميز ليس بمجاز، وإنما هو جعل جديد للفظ لغوي لمعنى مستحدث أو غير مستحدث. تشبيه مجاز، إذا شخص قال زيد أسد، هل نستطيع أن نقرعه اللي هذا كلام غلط؟ الأسد له أظفار وله أنياب وله شعر غزير، فأنت شلون تقول زيد أسد؟ فيستهزئ به لجهله لا لأنه قد أخطأ. ما قاعد أقول زيد أسد، هذا من باب المعنى الحقيقي للكلمة. ولا حتى تنزيل، طبعا قد ينزل لكن ممكن، ولا حتى ترميز، هذا مجاز بإشكال المجاز. يعني زيد أسد في الشجاعة، لأنه أبرز مظاهر الأسد والشجاعة. مجاز بالمشاكلة أو ما أشبه، وجه الشبه هو الشجاعة. مجاز، عندنا المجاز أقسام، مجاز في الكلمة، المجاز في الكلمة وهو هنا، عندنا مجاز في الحذف، عندنا مجاز في الإسناد، هذا وجه آخر. اسأل القرية، الجاهل يقول ما له معنى هذا، اسأل القرية. أما العالم يعرف بأنه إما هذا مجاز بالحذف، يعني اسأل أهل القرية، أو مجاز بالإسناد، أنه أسند السؤال إلى القرية مع أنه ينبغي أن يسند إلى أهل القرية. المآل واحد، لكن الطريقة الفنية للتعبير وللتفسير تختلف. اسأل القرية، مجاز في الحذف عندما يقول تطبيق هذا على المقام. هاي كلها قاعد نطرحها كاحتمالات موجودة، ويمكن تقريبها أكثر للذهن. أنا الآن مو في مقام أن كل احتمال أذكر له مقربات كثيرة ولي عليها مقربات كثيرة، بس أريد أصل أن ينقدح في الذهن أن هذا الاحتمال عقلائي وموجود وله نظائر. بس هل هو هذا المراد؟ هل هو ذاك؟ هل كلها لا مانع جمع بينها؟ هل بعضها لبعض الروايات مفسر وبعضها مفسر للبعض الآخر؟ التفسير المعنى الأعم نستخدمه الآن. الوجه الآخر هو أن المجاز هنا مجاز بالحذف. أكو فد شيء مصطلح عليه الإيجاز بالحذف والإضمار، لعل المقام من هالقبيل. الإيجاز بالحذف والإضمار، لعل المقام من هالقبيل. مثلا قوله تعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، هذا من موارد الإيجاز بالحذف والإضمار. البليغ مو بالضرورة كل شيء ينشره على البساط وعلى الطاولة، وإنما يضمن بعض الكلام ويدرجه في بعضه الآخر فيجعله مستبطنا في هاي من البلاغة. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، أي فظلموا أنفسهم بقتلها. هذا وين شلون؟ يحتاج إلى واحد يعرف يعني البلاغة حتى يفهم المراد. إذا ما يعرف البلاغة يقول يعني شنو ظلموا بها؟ أصلا ما له معنى ظلموا بها، هاي الجملة مربكة إذا نبقيها على ظاهرها. هنا إيجاز بالحذف، هذا المفسرين ذاكرين، مو كلام يعني جديد مني، بس نريد نطبق على المقام. فظلموا بها أي ظلموا أنفسهم بقتلها، فإيجاز بإضمار وحذف. نقول من الممكن أنه عندما يقول الإمام عليه السلام الصلاة رجل، هنا أكو إيجاز بإضمار وحذف، يعني الصلاة قوامها برجل. بإشكال، وما نودي أحد بشيء شنو؟ كما نودي بالولاية. الصلاة إذا تريد تقبل فهي بأن تؤمن بذاك الرجل، تؤمن برسول الله، تؤمن بعلي بن أبي طالب، تؤمن بالأئمة الأطهار، أي إشكال في ذلك؟ هذا إذا نريد نوجه، طبعا هي إحدى التوجيهات، وإلا إحنا كلامنا سابق رتبة على هذا، هذا لو اضطررنا إليه نصل إليه، لكن قبل عندنا مندوحة من الترميز الذي ذكرناه، من التنزيل الذي ذكرناه، من التشبيه الذي أشرنا إليه، من المجاز بالأول الذي سيأتي، بس هذه درجات لاحقة لكنها ممكنة إن شخص لم يقبل بما سبقها من الكلام.
فالصلاة رجل، يعني قوامها برجل، ممكن هذه الصلاة تقوم برجل، أشهد أنك شنو قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، أو مآلها إلى رجل، أي ما تعرف به. إذا تريد تعرف الصلاة بحدودها فارجع إلى، فاسألوا أهل الذكر هذا الرجل إن كنتم لا تعلمون. إذا تريد تعرف الصلاة بحدودها 4000 التي ذكرها الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، فارجع إلى أهل الذكر. فالصلاة رجل، يعني مآلها إلى رجل، مقياسها، مقياس الصلاة ما هو؟ هو الرجل. ذاك الرجل يعرفك ما هي الصلاة، ما هي حدودها. هذا ممكن على أننا لا نختار هذا المعنى إلا لدى الاضطرار. المجاز بالأول أيضا وجه من الوجوه، المجاز بالأول وجه من الوجوه. عندنا مجاز بالمشارفة فيما لو كان الشيء قريب الوقوع، وعندنا مجاز بالأول فيما لو كان بعيد الوقوع. مثلا من الأمثلة على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى ناقة أو جملة، لعله ناقة كانت، تمشي، يعني تمر، فقال تمشي الهريسة، لأن يعني هذا الجمل بعدين يذبحوه، أو الناقة، فيطبخون اللحم ويجعلونه هريسة، هذا ذكر في مزاح النبي صلى الله عليه وآله، فقال تمشي الهريسة. بس الإنسان الجاهل بموازين البلاغة يقول شنو هالكلام، النبي قاعد والعياذ بالله يقول خلاف الواقع، هاي ناقة لا لغة اسمها هريسة، شايفين باللغة، دوروا كل الصحاح ولسان العرب والمنجد ومجمع البحرين وتاج العروس وغيرها، شوف فد مكان كاتب بأنه الناقة من معانيها الهريسة. بس إذا واحد جاهل يريد يهرج بهاي الطريقة، هذا يكفينا جهله ردا عليه، هذا مجاز بالقول. فاحنا نقول بانه للطرف الاخر، نقول الا ترون حتى السنه عندهم هاي الروايه، اهل العامه عندهم هذه الروايه، ان الصلاه في يوم القيامه تاتي بهيئه رجل. الصلاه تاتي بهيئه رجل، هاي في الروايات موجوده. فاذا الانسان صلاته كامله كانت، فالرجل كامل ويشفع للانسان. اذا صلاته كامله ياتي رجل كامل ويشفع للانسان ويرشده ويعضده، يصير مثل الجندي يدافع عن الانسان في مخاطر يوم القيامه وأهوال يوم المحشر. فإذا الصلاة كانت ناقصة فيصير مثل الرجل ما عنده إيد، إذا واحد جندي ما عنده إيد، وبنفس النسبة لا يستطيع أن يدافع عنك. فالصلاة الناقصة تتجسد وتتجسم في بحث تجسم الأعمال هنالك بصورة إنسان ناقص. حسب تعبير أحد العلماء، ربما واحد يجي يوم القيامة وصلواته كل صلاة أصبحت رجل، وإذا عنده جيش من الناس اللي هي تجسيد للصلوات، اللي اما مقطوعي الرؤوس او الارجل او الايدي. فالصلاة رجل، شلون احنا نقبل على حسب الروايات ان الصلاة تتجسد في يوم القيامة بصورة رجل، وهو اللي يكون هو المظهر الاجلى لذلك الرجل، هو علي بن ابي طالب عليه السلام. ليش بدنا تستوحش من ذاك ما تستوحش؟ اذا نقول الصلاة تتجسد في يوم القيامة بصورة رجل، بس نجيب اذا نقول اذا هذا الرجل علي بن ابي طالب صاروا له. أما إذا صار في رجل عادي ما في مشكلة. فإذا يمكن الصلاة تتجسد في يوم القيامة بصورة رسول الله أو بصورة أحد الأئمة، فشنو الإشكال أن تتجسد في الدنيا بصورة أحدهم؟ بي إشكال يعني؟ أين منه يلزم الغلو؟ ما يلزم الغلو. قول ما الدليل على ذلك في عالم الإثبات؟ ما يخالف، نقول هاي الأدلة موجودة، وعندنا مزيد من الأدلة اللي راح إن شاء الله نتحدث عنها في أسبوع قادم بإذن الله تعالى. إذن نحن نقول بأن هناك مندوحة بل مندوحات، هذه الروايات وأشباهها وهي كثيرة وموجودة في أمهات مصادرنا، لا نخف ولا يهولننا تقريع الشامتين أو تهويل المهولين أو استهزاء المستهزئين. فإما أن نلجأ إلى طرحها، أو نلجأ إلى شنو، أو أنه نكون كبعض الجاهلين اللي حملوها على ظاهرها وجعلوها تفسيرا فطرحوا وجوب الصلاة أو كذا. طبعا ذلك كلش قلة، لعلها الآن في هذا الزمن مو موجودين، ذاك الوقت لعله كان أكو كم واحد من الأشخاص هكذا يعني يفسر، الآن لعله أكو بعض الباطنية يقول بذلك من لا نعلمهم، لكن ما حد من علماء الشيعة ومن حتى علماء العامة يقول بمثل هذا. هذه الروايات لها حل وسط، إما أن نقول بأنها من التأويل، وهذا وجه وجيه لم نشرحه حتى الآن، راح يجي بعدين يعني.
وإما أن نقول بأنه من التشبيه أو من التنزيل أو من المجاز بالقول أو غير ذلك. والحديث إن شاء الله صلة ومزيد من الإيضاحات ودفع الشبهات في البحث القادم. هذا كله يصب في قوله سبحانه وتعالى إنما وليكم. يعني إذا أريد نفسر هذه الآية على حقيقتها، من وجوه حقيقتها، هي ذاك عندما يكون هذا الرجل هو المظهر الأسمى لكل ما اجتمع في الصلاة والصوم والزكاة والخمس والحج والجهاد من خصائص وفضائل وفواضل ومنافع، كلها اجتمعت في رجل اسمه المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، أو اسمه المرتضى علي، أو اسمه المجتبى الحسن، أو غير ذلك من الأئمة. إذا اجتمعت كلها في رجل، الخصائص في ذلك الرجل، فإن من الطبيعي أنه ينبغي أن يكون هو الولي بقول مطلق على الكون كله، ويكون بيده زمام التشريع وزمام التكوين أيضا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.